جاري استكمال التحقيقات فيها، وجاري طبعا النيابة هتطلع لنا بيانات ثاني تكشف لنا كل كواليس التحقيقات، هل الفنانة مدانة بشكل رسمي ولا مش مدانة. لكن إلى الآن الفنانة، لأن الموضوع الناس الكمية كانت كبيرة، فيعني الناس كانت متخيلة أن هي إتجار أو جلب مخدرات من الخارج. لماذا لم تقرر النيابة حبس منى شلبي أو إخضاعها لتحليل مخدرات؟ منى شلبي، ما الذي حدث مع الفنانة المصرية؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. لماذا لم تقرر النيابة حبس منى شلبي أو إخضاعها لتحليل مخدرات؟ قال مصدر قضائي مصري السبت إن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منى شلبي كغيرها من المهتمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة. وأثرت القضية الجدل بشأن عدم خضوع شلبي لتحليل مخدرات وعدم حبس احتياطيا مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات. وأوضح المصدر أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي، وهو خلال السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكر أنه لا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكمية تكون للتجار عادة. وأضاف أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل. وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنى شلبي، أكد المصدر أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل الفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر. منى شلبي، ما الذي حدث مع الفنانة المصرية؟ تعد منى شلبي من أبرز الفنانات الموجودات على الساحة، إذ تميزت بأدوارها المركبة وطرقت أبوابا تجنبتها الكثيرات من بنات جيلها. وتصدر هاشتاج منى شلبي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر قرار النيابة العامة إخلاء سبيلها بعد ساعات من الإعلان عن إيقافها في مطار القاهرة، وسرعان ما تحول الخبر إلى مادة تسابقت أشهر البرامج الإعلامية المحلية وصفحات العربية على تغطيتها حتى قبل أن تتبين تفاصيل ما حدث. ما الذي نعرفه؟ في 25 من نوفمبر تشرين الثاني 2022 أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة إحالة الممثلة المصرية إلى النيابة العامة بعد توقيفها للاشتباه بوجود مواد مخدرة بحوزتها. وبحسب مصادر في مطار القاهرة، كانت الممثلة المصرية عائدة على متن طائرة من الولايات المتحدة ومعها بعض الحلويات التي اشتبهت الجمارك في احتوائها على مادة الماريجوانا قبل أن تحتفظ على الممثلة وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب. وبعد ساعة أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بضمان مالي يقدر ب50,000 جنيه بعد إنكار الفنانة حيزة وإحراز المواد بتهمة التعاطي وإرسال المواد المخدرة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها. النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بضمان مالي 50,000 جنيه. قررت النيابة العامة المصرية مساء الجمعة إخلاء سبيل الفنانة منى شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها في مطار القاهرة الدولية وبحوزتها مواد مخدرة. وقالت في بيان إنها تلقت إخطارا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منى شلبي بمطار القاهرة الدولية حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية. كما أضافت بوضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافة عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها عن مواد تشبه في كونها مخدرات، فألقي القبض عليها وتهلتها باستجواب الفنانة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي فأنكرتها. إخلاء سبيل منى شلبي بضمان مالي وفحص المواد المخدرة. أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولية عائدة من الخارج وبحوزتها مواد تشبه في كونها مخدرات وورود محضر بالتحرية حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره 50,000 جنيه، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منى شلبي بمطار القاهرة الدولية حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات،
حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية. وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقات شخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد تشبه في كونها مخدرات، فألقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة. وورد للنيابة العامة اليوم محضرا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت بها أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي. النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بضمان مالي 50,000 جنيه. قررت النيابة العامة المصرية مساء الجمعة إخلاء سبيل الفنانة منى شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها في مطار القاهرة الدولية وبحوزتها مواد مخدرة. وقالت في بيان إنها تلقت إخطارا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منى شلبي بمطار القاهرة الدولية حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية. وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، كما أضافت بوضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافة عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها عن مواد تشبه في كونها مخدرات، فألقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة. كما قررت النيابة إخلاء سبيل الفنانة بضمان مالية قدره 50,000 جنيه. ثم باشرت النيابة العامة بالتحقيقات فاستهلتها باستجواب الفنانة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها. إخلاء سبيل منى شلبي بضمان مالي وفحص المواد المخدرة. أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولية عائدة من الخارج وبحوزتها مواد تشبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره 50,000 جنيه، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منى شلبي بمطار القاهرة الدولية حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية. وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقات شخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب إخلاء سبيل الفنانة منى شلبي؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.